بموت بس يا مدام. ايه نوع الحيوان ده يا بنت يا ندى؟ رنجة. لا رنجة مين؟ حول الله، ايه اللي انتوا عملتوه فيها ده؟ حول الله يا رب، وبيتريقوا على الحيوانات، زي ما اروح على الانعاش. حول الله يا رب. ده ايه ضمك دي؟ عايزة ابو دايم بتقول بسألك، دي أمك اللي بتاكل معاكي؟ امي أنا زعلان منها، أنا مخصمها. ان شاء الله تخبط دماغك في الحيط او مخبط راسك في الحيط، شو تسوي لك يعني؟ أهو الراجل بيقول زعلان، قولي له زعلان ليه؟ لا يخبط راسه في الحيطه. زعلان عشان أنت ما بتطمنيش عليا. انا كل يوم عندك في اللايف. طب حتى قولي لي ازيك يا بيبي. ما انا بقول لك ازيك يا مدام، ما بتردش عليا. لا يا بيبي بيبي، انا بشوف كلمة بيبي. ازيك يا مداهم دي ما ممكن ما اشوفهاش. يا بيبي خلاص النهارده بقول لك ازيك يا بيبي، ما تقولي لي دلوقتي وليه النهارده ما احنا مع بعض تعالى اتغدى يا بيبي. يا عمري. نفسي اتفتحت على الاكل يا عمري يا ام ندى. يا عمري تسلمي لي انت. انزل يا لا انا قاعد مع عمك. انزل لو انزل. كتيبة لو نزلتني حملة حملة حملة، انا انزل قاعد بقى مع منادى، انا قاعد مع انزل بقى منادى، انا كتيبة. قاعد مع منادى. كتيبة خش لو اغسلي نزلت ايدك، خش اغسلي حملتين ايدك، مش حملة. خش اغسلي ايدك يا ندى عشان الزفارة، اغسلي ايدك بسرعة، وحط في بقك بطاطس شوية عشان يطلع الهب واللي فيه ده، واصل لحد عندي. خش اغسلي ايدك عبال ما اقول لامك كلمتين. هقول لها فوائد السمك. حول الله يا رب. هو السمك ليه فوائد؟ الرنجة لها فوائد؟ ايه كتير كتير، بس ندى تخش تغسل ايدها وهقول لك. الرنجة دي آخرها فوائدها، بص آخرها الإنعاش. لا 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 لا، ده مع فحل بصل كده. خش يا ندى عشان اعرف امك، عشان هتبقى تقول لك، هتبقى أنا تقول لك. المشكلة ما خشت باكلش. على جهنم إن شاء الله، خششوك على القبر إن شاء الله. الله يسامحك، الله انا مش هرد عليكي احتراما للبيبي حجي. بعد الشر عليك يا بيبي، ألف يا سلامة عليك عمري يا بيبي. يا عمري يا عمري يا ام ندى، والله لا انا ماليش غير ام ندى في البرنامج، ماليش غير ام ندى. حتى ندى دي ان شاء الله باذن الله يعني اول ما اتجوز امها اطردها من البيت. هقعدها في بيت لوحدها، لان ندى تستاهل تعيش في قصر. ده انا هتجوز امها. طب اغسل ايدي ازيك انا يا الاول. حبيبتي يا ندى؟ بعد كده تقولي لي يا ابي. امك موافقه، مش عاجبك شوف انت بقى تصرفي مع امك. بعد كده عيب تقول له يا مدام، قول له يا عم مدام. او يا اونكل، اونكل قولي لي يا اونكل. اونكل اونكل يا روح امك. يا بنت امك فين يا امك فين؟ واه حكمانه، اكلت رنجه وبدات هيس قسما انت برب الكعبه. افصل عليك. لا 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 لا، ما تهزريش ما تهزريش. خش ايوه اغسلي ايدك، عايز ايه بقى بتقول؟ خش اغسلي ايدك عشان عايز امك في 6 مواضيع اهم من بعض. اسمعي مني، خش يا بنت. يا حرام ايدك تبوظ كده، والباديكير والمانيكير حرام. كنت لسه شايف لك صورة كان شكلك فيها بنت ناس، اعوذ بالله دلوقتي وشك عايز تشوف جن. شفت وهي حاطه ميك اب وبتاع ده، انا ما عرفتهاش. خش يا ندى بقى اغسلي ايدك وسيبيني مع عمك شويه. في ايه؟ حول الله. تعالى أقول لك حاجة، ايه ورب الكعبة ورب الكعبة، إذا عملت اللي أنت بتعمله هخلي يومك أسود. الحق يا منادى، يا منادى. خلاص خلاص اعمل اللي أنت عايزه. خلاص طب خش اغسل ايدك. أمام تيجي لنا في الحمام. طب خش لها الحمام بالتليفون. عشان خاطر نعلم الناس في خلايجة في اللايف، في خلايجة وما يعرفوش. يا بنتي الخلايجة ما يعرفوش غسيل الايد من الفسيخ ازاي، فلازم الخلايجة يعرفوا.
والمغاربه والتوانسه، الناس دي كلها لازم تعرف. ايه ده؟ ما تحبوش تفيدوا الناس بحاجه ابدا؟ اعوذ بالله. ايه ده؟ انا لو باكل سمك هوريكم انا بغسل ايدي ازاي. اهو الله يسامحك، روحي خش انت بقى و هات الكاميرا عليك بقى يا ام ندى. خش يا ندى اغسلي ايدك في ايه؟ حول الله. 10 أسود. يلا يا بنتي الجزمه بتبيعوني ب 10 اسود. اه ما انت بعتيني دلوقتي تقولي قولي له يا بيبي يا انكل. لا بقول لك ما قلتش يا بيبي ولا يعني قلت لك قولي له يا عمو. يا عمو؟ أيوة عمو يا ده عمو. عيب يا ندى انت لسه اندر ايدج 19 سنه، احترميني انا 27 سنه. اخلص يا 10 اسود وهسكت. تخش وهنتفاهم بعدين. لا هنتفاهم بعدين صدقيني هتكسبي اكتر. ماما مش عارفه اركز. اسمعي مني هتستفادي اكتر. انزلي انزل يا عم يلا. انت حره انا مش هنزل، ولو ايدك جت ناحيه التليفون الشباب هيخشوا يبوظوا لك اللايف. انت يا يخش زي ما يخش انا اعرف اراضيهم. انزل. لا ما يضم، مش دول اللي بيضحك عليهم، ده دول اصلا بيصحوا الصبح يقولوا يا مسهل على المشاكل. اسمعي مني عشان ده طلب جمهوري دلوقتي. خلي ندى دخول. انزل. بس بقول لك ايه، انت في الميك اب زي القمر. لا والله العظيم الله يخليك. بسم الله ما شاء الله. خشي كده ورينا الصور بتاعت الميك اب. انزل يا انزل. طب وانا شايف انا عليا غضب الله ولا ايه؟ لا ده انت زي القمر. مين اللي قال كده؟ الله يخليك. انزل بقى ماما اغسل ايدي وارجع ابعت لك تاني بقى، ما تقرفناش بقى. لا وتسيب امك لوحدها وبعد كده ما تجيش تتكلم معايا لما تجيب امك او تجيب ابوك. ابوك مز شكله. هات ابوك وتعالى. لا ده بسم الله ما شاء الله لسه يعني بسم طلع الله ما شاء على الله. المعاش ولا لسه؟ لا 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 ده افلاك نصين. انعاش ايه قصدي؟ طلع على المعاش ولا طلع على المعاش ولا لسه؟ لا لا طلع على المعاش، ده لسه في الخدمة. خدمة ايه؟ هو بيحارب في الجيش؟ لا ماشي يا شويه. طيار. واه ابوك طيار؟ ما بيركبش غير اف 16. دي اسم طيارة، دي اسم طيارة، أنا مالي؟ اسم طيارة. انزل من الجست. أنا مش نازل، أنا مش نازل غير لما تجيب. يما خلي انزل بدل ما تحاول علي. يما براحته. يعني إيه براحته؟ براحته. لا عيب، عيب. هو جه بمزاجه ويمشي بمزاجه براحته. بالظبط كده، والله دي الناس اللي بتفهم، ناس عندها ذوق. خش اغسلي إيدي. شوف يما انا مقدره ان انت سنجل بس مش لدرجه مداهن. ليه ماله مداهن؟ ما انت لا مش مداهن خالص. قلت لك الميك اب لا والله ما هيلعب جو. خليه ينزل من الجيست. لا لا خش هات التليفون عليك يا منادى. مش انت غسلت ايدك يا منادى؟ مش انت غسلت ايدك؟ هات التليفون عليك. ما انا ما ينفعش اقعد قدامك. هروح اغسل ايدي واجي ارجع عليك نازل من الجيست. بسم الله ما شاء الله شبه الزرعيه. عارفين الشجر الايطالي الرفيع الطويل ده؟ والله ايه يا نادى مالك؟ تعالى يا منادى على الكرسي بتاع، تعالى يا منادى على كرسي الاعتراف ده. ما ينفعش حد قدام الكاميرا لابسه لبس بيتي. لا لابسه لبس بيتي. يا بخت البيتي. عامله ايه يا منادى؟ والله الحمد لله تمام. لا تنقلوا عني ليه مداهن؟ عشان انت ما بتساليش عني، انا زعلان منك. لا بسأل عليك والله، بدخل عندك اللايف على طول بس انت ما بتعبرنيش يا مداهم. لا 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 ده انت زي مراتي، زي ما عبركيش يعني. قولي لي يا مداهم يا بيبي وبس، اكيد بشوفك يعني. تقولي لي يا بيبي بشوفك. انا كلمه بيبي دي ما بتخشش جوه عيني، لا بتخش جوه قلبي على طول، بحس بيها. مداهم يا بيبي اعمل لي فولو. ده انا هديك الاكونت بتاعي.
جبتي كام منادى؟ بضعف قصادك يعني. انا اعترف يا شباب، اعترف. لا خلاص خليها، هقول لك اسمها، قولي ندى بقى، تخش تغسل ايديها كويس. ازيك يا ندى، عامله ايه؟ حول الله يا رب. عامل زي الكلاب البيتبول. مالك يا ندى؟ سن اسنانك؟ انزل من الجست. لسه لسه كنت بقول لها خلينا تغسل ايديها كويس. هغسلها هغسلها وابقى اوريها لك. انزل. يا ريت والله، احنا عايزين نشوفها بعد ما تتغسل. يا نهار ازرق، انت ازاي جت معاكي كده؟ يخرب بيت كده. ازيك يا ندى، عامله ايه؟ وحشاني والله، والله كم وحشاني يا ندى. طولك؟ انا بطولي 170. انت طولك 170؟ هذا كهرباء ولا شحن مستقيم؟ ام امك الريني طولها كام؟ امك اوريك ايه؟ طولك؟ ايه مش بالطول. جيب ميه قعدت ميه للمخرج فوق. وبعدين يا ندى، مش انت متطلباتي، انا عايز البابا الكبير البوب بتاعكم. هي فين؟ شباب التكبيس! خلي بالك، قولي لأمك تلبس هدوم زي الناس عشان الحكم. ألعب جولة قصاد أمك، ده الحكم الأول. ماشي اما تفوز. مين عامل لي شاي بالقرنفل انا كمان؟ بس اعمل لها شاي بقرنفل وحط نعناع. وتحط منوم بالمرة. ها يا ريت والله. اخرس اخرس بشكلك. شباب تكبيس! كبسو جايز، كبسو. جايز دبل تريبل تريبل. شباب تريبل. هو انتوا منين اصلا؟ من مصر يا ندى؟ مالكش دعوة. عطيات. ها اشتبي. شباب كل شخص وردة. بجد والله انتوا منين؟ من مصر؟ استنى بس بقى تريبل هقول لك والله عشان مش ناقصة تحكم من بجد. شباب المنصورة؟ كل شخص وردة كل شخص انا وردة قلت كل شخص برضو، وردة انا قلت برضو كل شخص العينات ما وردة. تجيش. شباب أسرع أسرع تريبل ده تريبل. وراك تريبل يا وراك وراك كتيبة، أسرع 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 تريبل يا أسرع. كتيبة. شباب هوب شباب أسرع أسرع تريبل تريبل أسرع 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 أسرع. على التريبل والدج وراسها دج. كفو والله كفو قسم بالله كفو. دي من دمياط ولا المنصورة يا ندى؟ منصورة. شباب تريبل. أجمد ناس كتيبة. اضرب. شباب 3 في 5، 3 في 5، 3 في تريبل 5. الشبل مادي شباب تريبل حرام يروح والله. البنفسجي. شباب تريبل التريبل يا كتيبة، التريبل يا كتيبة. تريبل حرام عليكم. شدوا كتيبة يا جدعان. التوب 1 300,000، 300,000 ونخلص الموضوع. ارحب زبوس. شباب تريبل حرام يروح قسم بالله. الترابل فين التكبيس يا كديبه؟ احنا 15,000 يا جدعان. قلب البنفسجي. زابوس يا زابوس، زابوس يا زابوس، يسعد دينك يا زابوس. كتيبه هذا الجولة. الترابل يا كتيبه، الترابل يا كتيبه، الترابل يا كتيبه. الحكم الاول يا ندى، هلعب جولة قصاد أمك. الجولة الجاية تبقى قصاد أمك. الحكم التاني 5 بصلات. قول لله تكبيس فين يا كتيبة؟ 3 في 5. ابعد وشك شوية هتكره. اقعد لك 60 نينة بس. بتكرهي فوق تحت ولا فوق بس؟ والله هو على حسب.
لا بس خلي بالك عشان الفسيخ بيعمل انتفاخ لا وبيسيب مش العملية على فسيخ، بعض. مش فسيخ يا رنجة، رنجة. برضك الحاجات دي كلها، الحوامض دي كلها اصلا بتسلك الدنيا خالص، مين وربنا عايز يوفق. الشحن بسرعة؟ تليفوني هيفصل. هيفصل. فين ده؟ حبيبتي يا ندى، انت الخير والبركه. انا لو كنت سمعت كلامي من زمان، كلام ابويا الله يمسيه بالخير بقى، واتجوزت، كان زماني جايب بنت زي ندى كده. مريومه في الكومنتات بتقول لي يا عل، طب يا مريومه انا ممكن اطلع صورتك وافضح امك، ايه رايك؟ اطلع صورتك؟ يلا يا بنت الشرشر اديك بلوك اهو بقى، ما تخشيش هنا تاني. ده هي مريومة بس، انما اللي عندي محترمين. اديتها بلوك، خلاها تغور في داهية. عيلة صغيرة وهلعب على امها لعب السنين، والله العظيم انا ما بحترمش حد. بسم الله ما شاء الله، بقها في فلتر. الحكم الأول، حكم انت تشتغل نفسك وانت جايب سكور حكم اصلا؟ ندى ما بتحكمش الا ب 500 الف اقل حاجه. ليه يا أمه بلعب مع ابنك الكحلاوي؟ زابوس الشب بنفسجي مادي عاشق الحمصاني مش وطن فاهمة خالد يعني اللي بيدعموك دول بيدعموك عشان ايه يعني؟ ما يدعموني محمد. انا، هو انت احسن مني في ايه ولا احلى مني لا في عشان يعني؟ ألعب مع عمك. طب الغيلها البلوك يا خالد. يا جدعان احنا اسفين لمريومة عشان انا فهمتها غلط، هي قصدها الجولة معلقة. فك لها البلوك يا خالد. شتمت البت وهي كانت بتنصحك؟ ابو شكلك ما هو ما بيعلقش اللايف عندي، هي الوحيد اللي كتبت كده، فانا خدتها ان هي انا كده. كمان جوله يعني. الحكم الحكم من جولتين، الاول. لا لا من لا لا انا جولتين بلعب معاك من جولة واحدة. الحكم وانا اصلا الاول ما كنتش عايزه العب، انت خلتني العب غصب عني. ده انت اللي بعتلي الجولة يا ضلالية. الحكم الاول العب مع عم الجولة، الحكم الثاني غابة، الحكم يلا غابة، الثالث غابة يلا يلا غابة. انت بتحب الحاجات دي. طب حلو. يلا جاهزين يا كتيبة. اول حكم أسد. أوكي يا يلا. ندى المصرية حكيت لي رين عنك في الحكم مين؟ رين مين؟ نو مو رين، شكون حكى لي عليها يا جماعة؟ فين الحب؟ في حدا حكى لي عليكي بس نسيت مين. هبة، 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 هبة مين؟ هبة أنا من صابر عليها عشان الرياض، خاطر من أمها بس. السعودية، نسيت. شو حكت لك يعني؟ شو قالت لك؟ قالت لي إنها مشتاقت لك، ما عم تشوفك تفتحي بثوث هالأيام. يبقى أكيد في حاجة، والبت دي ضلالية زي ندى، أصل هما الناس العقارب ما بيتلموش غير على بعض. قول يا ابني احكامك. طب فين الغابة بقى؟ أنت دخلتي إيه؟ يلا اسد، لا هات يا لك ماما خلاص النصيب. اصبري يا اشطب ندى، معلش هتنفذ حكم وهنجيبك. يلا اوكي، هتكسبتين نيلة بواسطة الحكم. يلا عنز. أول حاجة عنز، وما تبطليش كلام غير لحد ما أنا أقول لك خلاص. لازم طب خلص عندي بقى. هذا هلا والله، هلا في بيت وانا، هلا شلونك؟ هلا عن جد كل شيء. تاني الحكم يا نادا. يشطب لحظة يشطب. مدام، هو انت لحظة، وانت عايز تدخل ناس وانا اقول يعني قدام الناس؟ انا قسما بالله ما على بالي مش كده بجد.
هو الرنجة، هي تأثير الرنجة. معلش ريم اعملي فولو يا ريم، عملت لك عملت لها ماشي، انا كده كده عامل لك فولو. خلاص يا ريم معلش انزلي عشان هي عليها حكم، وهي واكلة رنجة والدنيا مضيعة على بعض عندها. حاولي بص يا ندى، انا خلاص على بالي يا اخي، يا اخي على بالي حاجة تانية يا اخي، انجز ماشي. اول حكم اسد، سوي اسد. يلا يلا يلا، ما توقفيش غير لما انا اقول لك وقفي. ماشي يلا. وهتجيب حد تاني يعني؟ كل حد هيبقى مختلف يعني؟ اه طبعا. طب يلا يلا اسد بقى، اسد بس انا عايز لبوه مفتوح. يلا بعد تجسد لولو يساعدك بعدين. ايه مات بعدين؟ مرحبا كيف كنت يا ندى يا مداهم؟ شو اللي عم بيصير مع هدول؟ شو بيصير معكم انتو؟ ندى قلبي شو بيصير؟ حفرط اللي اخي وقع فيها. عشان انت مش سالكة، عشان انت مش سالكة. من حفر حفرة لأخي؟ ليش كنا عم نحفر حفرة ولا كيف؟ لا اهن ما بعد. كنت يا شيرين هي كان عليها حكم، بس معلش انزلي وهجيبك تاني بس بعد ما هنجيبكوا يا شيرين. عملت لك فولو يا شيرين اهو، اي خدمة حبيبتي. هو انت كل ما تتلمع حد عملت لك فولو؟ ماشي زيادة زيت الخرخيرين. يلا اللي بعد. يلا مع السلامة، ان شاء الله بنشوف الايام الجاي. باي. ان شاء الله باذن الله. باي. والله انتوا الاثنين مزز اكتر من مداهم، بس مش اكتر من امك. والله صراحة امك مزز اكتر من امي. لا والله العظيم قسما بالله انا واثقة ان امك جمل. ما تقسميش بالله، ما تقسميش امك بالله. جمل وقسما بالله امك جمل، اللي تجيب الحلاوة دي امه جمل. هات الجست اللي بعد. حلاوة ايه؟ انت ما شفتيش حلاوة اللي بعد. الدنيا بتتبهدل امه. انا اسكت بس الصراحة يعني انت امك جابتك ازاي؟